انا هعمل ريجيم يوم السبت الجاي، بفكر اجل يوم الخميس عشان عندي خروجه مهمه. طب يعني ما جاتش بقى على الويك اند، نبدا بقى السبت اللي بعده. كلنا وعدنا نفسنا بمليون سبت والسبت ده ما بيجيش. فكره ورقه الريجيم اصلا بتخلينا نجوع، فكره انك قاعد مستني انك هتمشي على نظام وهتتحرم من الاكل بتخليك تاكل اكتر. فالاحسن مش انك تعمل ريجيم لفتره وبعدين تقف وتتخن وتخس و و، انت تقدر تحول فكره الريجيم لاسلوب حياه. يعني ايه؟ يعني الخمس خطوات الجايه. فكره انك تخس قايمه على العلاقه ما بين السعرات الحراريه اللي بتدخل جسمك وما بين النشاط اللي انت بتقوم بيه. لو ظبطت العلاقه دي انت ضمنت وزن كويس جدا. يعني ايه؟ كلت اوكي، لازم قصادها تتحرك، تمشي 20 دقيقه، تعمل شويه تمارين في البيت، تشترك في جيم، ايا كان مفيش خسسان من غير حركه. تاني حاجه هي الميه، مفيش انقاص وزن ولا رجيم من غير ميه. الفكره مش بس انت هتشرب كام كوبايه ميه في اليوم، طبعا احنا عارفين ان احنا المفروض نشرب من 2 ل 3 لتر في اليوم. درجه حراره الميه بتفرق جدا في فكره حرق الدهون. طيب نشرب ميه سخنه ولا ميه بارده؟ دراسات كتير قالت ان كوبايه ميه بارده بتخليك تحرق من 8 ل 15 سعر حراري، يعني تقريبا نص معلقه سكر. في ناس بتنسى تشرب ميه، او طعم الميه بالنسبه لها يعني ما بتحبوش قوي، فما بتشربش غير وهي عطشانه زي حالاتي كده. فرق معايا جدا لما بدات اضيف مكونات للميه او اعمل ميه الديتوكس. ما كانش الفكره الحقيقه قوي ان انا يعني اتخلص من السموم او كده، بس الفكره كان بالنسبه لي كنت عايزه اغير طعمها. انا ضفت على الميه ليمون وجنزبيل، وده خلاني يساعدني شويه ان انا اشرب ميه. بس انت تقدر تضيف كل اللي انت عايزه، يعني ممكن خيار وممكن ليمون ممكن نعناع ممكن فاكهه. فكرة انك غيرت طعم المية هتساعدك انك تشرب كمية اكبر. لو المية صديقة الرجيم فالسكر والملح هما الاعداء. السكر انت لازم تقلل نسبته، طبعا هو بيدخل جسمك سعرات حرارية كتيرة جدا. الملح بقى اقدر اقلله في الاكل ازاي؟ انك تظبط طعم الاكل. ازاي؟ انك تضيف توابل. التوابل هتديك طعم حلو، هتساعدك تقلل نسبة الملح، كمان هتستفيد من فكرة ان التوابل اصلا بتساعد على الحرق. توابل زي ايه؟ زي القرفة، زي الزنجبيل، زي الشطة، زي الفلفل الاسمر، تقريبا كل التوابل بما فيهم طبعا الكركم، كلها ليها فوائد مهمة جدا. الخطوة الرابعة خطوة بسيطة جدا، هي فكرتها قايمة على دراسة بتقول ان في بعض الروائح الطبيعية بتخدع العقل انه كل. زي ايه؟ زي النعناع وزي الموز وزي الياسمين واللافندر. تقدر تشم اي حاجة قبل الاكل. الخطوة الخامسة هي انك تملى بطنك قبل الاكل. ايوه، املى بطنك قبل الاكل. يعني ايه؟ يعني كل حاجات فيها الياف هتخليك وانت جاي تاكل، حتى وانت عندك شعور بالجوع قوي جدا، انت مش هتقدر تملى بطنك قوي. كل تفاحه قبل الاكل ب 15 دقيقه. وفي دراسات بتقول ان الناس اللي بتعمل الروتين ده وبتستمر عليه هي بتخسر من 100 او بتقلل نسبه السعرات الحراريه اللي داخله الجسم من 150 ل 200 سعر حراري في اليوم، وده بيعادل تقريبا 30 دقيقة على المشاية الكهرباء. خمس خطوات بسيطة، جربوهم وقولنا ايه رأيكم.